بالمولد النبوي الشريف بالزاوية التيجانية. فإننا نستلهم دروس السير العميقة الأبعاد ونشرح بها أسلوب عمل ومناهج حياة للأبناء والأحفاد لتكون سلاحهم الفعال في معركة البناء والتحدي الحضاري التي يخوضونها فيدافعوا عن أنفسهم الهجمات الشرسة التي شنها عليهم أعداؤهم والتي تستهدف دينهم وتاريخهم وقيمهم ومبادئهم، بل تستهدف وجودهم كأمة تعيش على هذه الأرض. وكان مولانا الشيخ كثير الاهتمام بشأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسنته وسيرته، وكان يوصي تلامذته ومريديه بالتمسك بهذا الحبل المتين، ويرى أن الاقتداء به واجب، فيكون ذلك سبباً يتراحم به المسلمون فيما بينهم ويتعاطفون ويأخذون من سيرته صلى الله عليه وسلم دروساً نافعة تنفعهم في الحياة وبعد الممات، ويجدون فيها الأمان والنجاة والسعادة والسكينة. كان رضي الله عنه يقول: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي به لكونه طريقاً ممدوداً إلى الحق لا وصول لأحد إلا الحضرة القدسية وذوق أسرارها والابتهاج بأنوارها إلا بالسلوك على الصراط المستقيم، وهو باب الله العظيم صلى الله عليه وسلم. ومن اعتنائه رضي الله عنه بالسيرة النبوية الشريفة أن قام بشرح قصيدة الهمزية للإمام محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه، والتي أملاها على تلميذه وخليفته سيد الحاج علي حرزم، ففيها إشارات علية وأذواق طاهرة زكية أبانت عن كثير من المعمى مما لا يدركه إلا ذائق. وقد وضع سيدي علي حرزم هذه الإملاءات في تقييد مبارك، وجعل عنوانه الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية، والذي يقرأه الأحباب في جل الزوايا التيجانية بالعالم، وخاصة أيام المولد النبوي الشريف. فأجمل وأزكى ما نحيي به ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أن نجدد بيعتنا للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، ونمتن ولاءنا له، ونمنهج حياتنا وفق سنته ووفق هدايته. فهذا من شأنه أن يوقظنا من جديد إلى بيعة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. أيها الجمع الكريم، إننا على أعتاب الجزائرية الجديدة مستبشرين خيراً بالمساعي الحثيثة للسيد رئيس الجمهورية في إرساء جمهورية على أسس العدالة الاجتماعية. ولا يفوتني قبل أن أختم كلمتي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من كان سبباً في عقد هذا الملتقى وساهم فيه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرشدنا إلى الحق ويرزقنا اتباعه، ويبعدنا عن الباطل ويرزقنا اجتنابه. إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول متقربين إليه جل وعلا بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يرفع عنا ما نحن فيه من الوباء، وأن يلطف بنا فيما جرت به الأقدار، وأن يؤمن بلادنا من كيد الأشرار، جاعلين واسطتنا في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شيخنا التيجاني قال: لا وسيلة لله أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة عليه. فاجعلوا صلاتكم عليه قربة لكم وسببا في قبول دعائكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً جزيلاً لسيد عمار التيجاني نجل الخليفة العام للطريقة التيجانية وزواياها. أنوار أحمد حسنها يتلألأ،
المصطفى بحلى الكمال يجلأ، النور منه مقسم ومجزأ، قد حاز ذاك النور إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على المسك الفتيق الأطيب، صلوا على الباب الوسيع الأرحب، صلوا على نور حوى في يثرب، لا زال في الرصد الكرام كريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعو الآن سيدي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا فليتفضل مشكورا في كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فضيلة الخليفة العام سيدي علي بن العرابي، فضيلة المشائخ أهل هذا المركز الروحي والمدرسة السلوكية زاوية سيدي أحمد التجاني عليه الرحمات والرضوان، السادة الوزراء الأفاضل، الشؤون الدينية، المجاهدين، الشباب والرياضة، الثقافة، وممثلي وزير التجارة ووزير العدل في المدراء العامين، ضيوفنا الأفاضل الذين لبوا دعوة الخليفة العام من الشقيقة موريتانيا ومن السنغال ومن تشاد ومن نيجيريا ومن النيجر ومن تونس، نقول لكم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم من أهل العلم وأهل الفضيلة، أتشرف بأن أنقل إليكم التحية والسلام من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو يبعث بتهنئته للسيد الخليفة العام للطريقة التجانية على هذه المبادرة التي تأتي في شهر الأنوار الذي يحب الجزائريون أن يملؤوه بالذكر والعلم والأذكار على طول الشهر بأكمله. وقد كانت هذه السنة رغم الضوابط الصحية ورغم الظروف، إلا أن زوايانا ومساجدنا ومدارسنا القرآنية كانت أكثر احتفاءً ومديحة للرسول صلى الله عليه وسلم، تلاوة للقرآن، تكريما للحفظة، إخراجا للصدقة. فالسيد رئيس الجمهورية يهنئ كل من كانت لهم أيادي بيضاء، كما أنقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية للوفود التي لبت بسرعة شديدة دعوة الخليفة العام وجاءت للجزائر إلى هذا المركز، المركز المنير بذكر الله عز وجل الذي أراد مؤسسه أبو العباس سيدي أحمد التجاني، إلا أن يكون صاحب مدرسة سلوكية متفردة تتميز بعلوم الشريعة الصحيحة وبمرجعيتها الواضحة وبعلوم الحقيقة. فكم وقف عند الآيات القرآنية وفسرها، وكم وقف عند أصول الفقه وأعطى آراء فقهية لامعة، وكم كانت له خلوات مع أهل الذكر من عين ماضي إلى بوسمغون، وقد جال وصال مشرقاً ومغرباً. فالحمد لله عز وجل أن تكون ذكرى المولد كلما تحل يقدم فيها أهل هذه الزوايا العامرة، يقدمون فيها هدايا للمصطفى صلى الله عليه وسلم على طريقة ثورتنا المجيدة. رجال الحركة الوطنية ورجال الإصلاح حينما فكروا يوماً فأحيوا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم،
بأن أشعلوا الثورة التي تطرد المستعمر ويحرر شمال إفريقيا، فكانت ثورتنا المباركة منطلقها في شهر الأنوار. وقبلهم قديما كان المادحون قالوا أروع القصيد في المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر الأنوار، وها هي الزاوية التيجانية والخلافة العامة تريد أن تتوج الاحتفالات وتزيدها نوراً بهذا اللقاء، ليس الوطني فحسب وليس القاري فحسب، ولكنه لقاء دولي حضره أهل العلم وأهل الفضيلة من دول متعددة. السيد رئيس الجمهورية وضع تقليداً وهو تخصيص يوم للذاكرة، الذاكرة التي تمثلها الوفاء لدماء الشهداء الذين حرروا الأرض بكلمة الله أكبر، وأيضاً الذاكرة التي تعني الوفاء لمداد العلماء، ومنهم صاحب هذا المقام الكريم سيدي أحمد التجاني الذي وقف على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلق يدعو إلى نهج فريد عن سنة الرسول لا تحيد. وأيضاً تعني الذاكرة واليوم الخاص بالذاكرة الوفاء لميراث الشهداء، والوفاء لمداد العلماء، والوفاء لخلاوي ودعوات الصلحاء والأولياء، فاللهم ارض عنهم جميعاً واجعلنا من الأوفياء. أيها السادة الأفاضل، إنني وأنا أنقل لكم مشاعر السيد رئيس الجمهورية للخليفة العام ولرموز هذه الطريقة الموجودين عبر الوطن الجزائري، وإلى المشائخ ممثلي الطريقة التيجانية في الدول التي ذكرتها وربما من لم أذكر، والذين تعذر عليهم الحضور أيضاً نتفهم عذرهم، وكان الكثير منهم يهفو إلى أن يأتي إلى مكان مسقط رأس مؤسس هذه الطريقة الربانية، طريقة الذكر، طريقة العلم، طريقة السلوك. فإنني أود أن أشير هنا إلى أن هذا الظرف مميز، وأن هذا اللقاء جاء في محله. لماذا؟ لأن الأعداء الذين قطعوا أوصال أمتنا بالأمس في أرجاء إفريقيا وفي غيرها ليفككوا العالم الإسلامي عن بعضه البعض، رغم ذلك لم يستطيعوا، فها هي الحدود لم تمنع. في بعض الضيوف الذين أتوا مروا عبر دولتين أو ثلاثة، ولكن لم تمنعهم الحواجز والصعوبات وخطوط الطيران، ففشل المستعمر وانتصر أبناء رسالة الإسلام. فكذلك اليوم نرى محاولات التشويه ومحاولات النيل من وطنيتنا، من مرجعيتنا المتماسكة، من مقومات هويتنا، ولكن المنابع الروحية حينما تتحرك بالذكر، بالإرشاد، بالتوجيه، بجمع الشباب، ونرى الآلاف في هذه الأيام حيثما التفتنا، فإن هذا ينبئ ويبشر بأن الرهان على الآفات الاجتماعية من أجل تمزيق المجتمعات فاشل، والرهان على التشويش والتشكيك في الرموز الوطنية والرموز الدينية والرموز الصوفية فاشل. وما حضور رجال الدولة من مختلف التخصصات، سواء الهيئات الإدارية أو الأمنية أو السياسية، وما حضور رجالات الإصلاح والدعوة الربانية من دول متعددة، إلا دليل على أن هذه الدعوة وهذا المنهاج سائر، وبلادنا وبلاد أشقائنا وأمتنا محفوظة إن شاء الله. شكراً لجميع الحاضرين، بارك الله فيكم سيادة الخليفة العام، السادة الوزراء، السادة رجال الأمن، ضيوفنا الأفاضل، أهل العلم، أهل القرآن، أهل الذكر، هنيئاً لكم بهذه الروضة من رياض الجنة، شكر الله لكم، السلام عليكم.
شكراً جزيلاً، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيادة سيدي الأستاذ عباس بن الأخضر مستشار رئيس الجمهورية، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، ولا أبدع ولا أجمل من أن نسمع شعراً من فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مبروك زيد الخير، فقيه الجزائري وعلامتها، فليتفضل مشكوراً في قصيدة بعنوان تجلية. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير الخلق وخلاصة الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة. هذا نص بعنوان تجليات في ذكرى مولد سيد السادات.